كل الناس طبعا بتحكي وبتسأل عن تيد تيدكس، الفرق بين تيد وتيدكس شنو بالضبط؟ تيد أصلا بدأت سنة 1984، كانت هي اختصار لثلاثة كلمات: تكنولوجي، انترتينمنت، ديزاين، بالتقنية، ترفيه، تصميم. عبارة عن بلاتفورم تو شير ايديا، بلاتفورم نتشارك فيه الأفكار التي تستحق الانتشار. ده الموقع بتاعهم طبعا، كلنا سمعنا به، TED.com، بننزل فيه التوكس، بتلقى أي توك فيها. سنة 1984 تيد كان عبارة عن حاجة مقلقة، عبارة عن نادي للناس، طبقة معينة من الناس تجي تحضر في حسب الفيلد اللي انت دايره، عبارة هندسة، طب، أي فكرة تستحق الانتشار فيه. سنة 2002 أو بالأصح سنة 2001 كريس أندرسون كان عنده شغف للحاجة بتاعت إنك تنشر الأفكار وكيف تنشر الأفكار الجديدة على الناس، قام استحوذ عليه وغير الفهم بتاعه من انه حاجه مغلقه ليكون اوبن بلاتفورم، اي واحد ممكن يشارك فيه. سنه 2006 عملوا البودكاست، انه الفيديوز تنزل في البودكاست عندك ايبود ممكن تشوفه فيه. سنه 2007 كان النقله بالنسبه لتيد، كان تدشين الموقع، نزلوا فيه الفيديوز كلها عشان اي زول ممكن يشاهده، نزل برضو الفيديوز في اليوتيوب. سنه 2008 كان اصلا قبال، اول ما بدا الموقع كان انجليزي. 2008 شافوا انه احسن الافكار ممكن تنشرها للزول باللغه بتاعته، باللوكال لانجويج، فبدا الاوبن ترانسليشن بروجكت. سنه 2009 بعد ما شافوا انه ناس كتار بيطلبوا انه يكون في تيد، اي واحد يقول لك انا داير تيد في محلي، داير تيد في محلي، قام عملوا تيدكس اللي هو زي ما شايفين اكس اندبتلي اورجنايزد تيد ايفنت، اي واحد بتقدم للايسنس بيديك ليه حسب الحته اللي انت فيها، ممكن تقدمه باللغه المحليه، ممكن تقدم بالانجليزي. ده لو عرفتوه تيم بيرنلي اللي هو مكتشف الانترنت، كان بيتكلم برضو من الناس اللي جابوهم. تيد تحول لتشينج تو نون بروفيت، بقى منظمه غير ربحيه، متوفره مجانا في الانترنت. اوبن ترانسليشن بروجكت ده احنا رجع له بعدين، ده من الحياه المفيده فيه. تيدكس ايفنت، الفيلوز بروجرام اللي هو اي واحد عنده فكره هم بيساعدوك فيها انها تطورها، تمشي تقراها، تشوف الحاصل فيها شنو. تيد برايز بدوها لواحد عمل فكره حاسين انها بتغير العالم كل سنه، سنويا الجائزه دي بتتقدم، اي زول بيقوم بياخذها واحد عنده فكره تستاهل. السنه اللي فاتت اخذوها واحد عمل فكره سيتي 2.0، ممكن تشوفها في الانترنت. التيد دي في اللي هو لقوا انه الانترنت بطيء في دول كثيره، ما ممكن تشوف التوك بصوره كويسه، فقام عملوا التيد تي في عشان تشوفوا التوكس. تيد اديوكيشن دي الحاجه المهمه بالنسبه لنا، انه التيد توكس ينقلوها للمستوى بتاع الطلبه الصغار، للليفل بتاع الكلاس روم، اي واحد يعمل توك يحس انه مفيد بيقوم يحولوه لمستوى بتاع الطلبه الصغار اللي هم المستقبل بتاع اي دوله. الاوبن ترانسليشن بروجكت اللي هو اي فيديو يقوم يترجموه، انا من الناس اللي قاعد اترجم فيه، من الناس المشاركين قاعد هنا في السودان، متأكد ما في ناس سمعوني، ترجمت حوالي 4 أو 5 فيديوز. بتشوف الفيديو بتقدم له عشان يترجم، تحول للغة بتاعتك، الناس أي زول قاعد في السودان مثلا ممكن يقرأه بالعربي، يشوفه بالإنجليزي كده. فيه 88 لغة مشاركين فيه، أكثر من 8000 ترانسليتر كلهم فالنتير طبعا. الغريبة إنه المحتوى بتستغرب فيه، بتستغرب إنه زول فالنتير يقدم لك ترجمة بالمستوى الرائع ده، واحد بيترجم، واحد براجع الترجمة، واحد بيديم الأوكي. لما تشوفوا مستوى الترجمة الفيو يعني مستوى رائع جدا. ترجموا الحدثي 30,000 فيديوز أو توكس. Most active translator كلكم عارفين طبعا، أول واحد أنور دفع الله، سوداني قاعد معانا هنا. وين دكتور أنور؟ الكلام ده يوم 12/3 ترجم 720 توكس، 720 توكس ترجم من الإنجليزي للعربي على مستوى العالم. الكلام ده تيدكس إيفنت اللي هو الحدث اللي بيقدم له زول بيقدمه تيدكس خرطوم، اللايسنس بتاعته مثلا عند دكتور أنور، أنا عندي بتاع تيدكس يونيفرسيتي أوف خرطوم، في تيدكس بورسودان إن شاء الله غريبا، كل فرد بيقدم لي لايسنس بالدولة عشان يقوم يعمل الحاجة دي على مستوى البلد. انواع تيدكس طبعا اللي هو ستاندرد ايفنت زي اللي قاعدين فيه احنا هسه، في اليوث ايفنت عملناه برضه هنا في السودان، كان في تيدكس يوث خرطوم،
اللايف ايفنت عملنا ثلاثة الحدثي. Typical TEDsters, they are dreaming about big stuff. How they can do something bigger than themselves. And they are dreamers. They are dreamers. And if you find somebody who shares your dream, step up to him or her and ask, how can I help? How can I bring your idea further? I told him, I have a dream. I want to bring this experience to Iraq, to Baghdad. TEDx, this is what brought me back to my home country. And the reason I waited so many years, I didn't want to go empty-handed. I found something that could make an impact in my country, and in this case was TED. I started watching videos on TED.com. I was really inspired, didn't sleep the whole night. The next day, okay, if this thing inspires me, then why not? I'm gonna share this thing to my community in Ethiopia. Part of my community in Serbia. This is my community. My community. Communities that are tucked away in villages across the world. To tell to the world that we have great thinkers and great doers. The sum of the local is the global. 텔레비전을 끄고 인터넷 접속을 끄고 끊고 일어나서 뭔가를 시작하면 됩니다. With rubber bullets, fire bombs, a wall of human chain. Of young Egyptians decided to hold hands to protect the museum. It's an opportunity to contribute to their communities and change the world in their own way. Sudan TED Organization, هي المنظمة اللي قاعد تعمل TEDx في السودان. في الخرطوم سجلناها في سنة 2011 شهر 2 قبل ما نعمل تيدكس الفات عملنا تيد 2011 لايف في برج الاتصالات عملنا تيدكس خرطوم تحت شعار هو وي ار عملنا تيد جلوبال لايف برضو تيدكس خرطوم بتاع اليوث تيدكس خرطوم كينج جزء احنا من حركة في العالم حركة ممكن تقولوا مش تغيير حركة نشر الأفكار على مستوى المجتمع حاجات بتفيد المجتمع 2011 كنا في MTN أيام في الليرنينج سنتر أثناء التجهيز شاركنا معهم على مستوى العالم الدريم كيم ترو حاجة حصلت عبارة اللايف وريناهم إن إحنا هنا قاعدين في السودان ما بس عندنا دارفور ما عندنا بس مشاكل الجنوب في ناس شغالين عشان يغيروا في البلد دي نصلح حاجة إحنا بنحاول نعملها نقدم حاجة للمجتمع غير الحياة اللي بتحصل في حاجات ما بالسلاح بتتقلع بنقلع بحقنا بالتغيير على مستوى الناس الأحداث الجاية إن شاء الله في سنة 2012 تيدك فور سودان let's start with education نبدأ بالتعليم اللي هو أساس أي حاجة تيدك يونيفرسيتي أوف خرطوم إن شاء الله غريبا في لايف ستريم بتاع تيدك سكينج 2012 positive thinking اللي انتوا هسه قاعدين فيه إن شاء الله تيدك 2011 قصص ما بتتحكي الحياة اللي حصلت شفناه الباشن في عيون الناس في الفالنتير في الاورجنايزرز اي زول تستغرب بيجي عنده شنو حيستفيد شنو من الحاجه دي هو وي ار داري نقدم فكره ثانيه عن السودان غير انه احنا ناس الحرب ناس المشاكل ناس الجوع ناس الفقر الناس اللي ما لاقيه تاكل قدمنا الحاجات حق حاولنا نعكس ثقافتنا للناس جزء من المتحدثين ناس عملوا افكار ناس قدموا موسيقى عكسنا الموسيقى عكسنا الثقافه عكسنا الفهم عكسنا ورينا الناس انه احنا ممكن نعمل حاجات ما عندنا ورينا الناس انه رغم المقاطعه ورغم اي شيء احنا بنشتغل الصور دي كانت الساعة 8:30 صباحا 8:30 صباحا يوم سبت الناس مؤجزة جو 1050 نفر 940 منهم سجلوا عبر الانترنت 200 كانوا مدعوين 80 اورجنايزرز وفالنتيرز ولسه ناس كانوا دارين يشاركوا ما لاقين حتى نخدها فيهم دي صورهم شباب ما عندهم اي حاجة جست اباوت باشن الحياة المبادرات اللي عملناها في تيدكس خرطوم 2011 عملنا خرطوم بروفايل عن الخرطوم المطاعم السياحه لو داير لو عيحت لو ماشي حته الفنادق اي حاجه عملناها احنا فالنتيرز عملنا اندرويد ابلكيشن لتيدكس ترجمنا الريسورسز في ناس جو شكرون على الحاجه دي انه ترجمنا كيف انك تعمل تيدكس ايفنت ترجمناه من الموقع في الويب سايت من الانجليزي عملناه للعربي ده البروفايل طبعا خرطوم بروفايل الاندرويد ابلكيشن الستيج أخذ على مستوى أحسن تيدكس ستيج على مستوى العالم من الحياة اللي شفناها دي
دي الصوره بتاعت الستيج تيدكس يوث ات خرطوم. يس يوث كان بي ذا تشينج يو اور يوث. انت والشباب ممكن يكونوا التغيير. عملناه في قاعه الشارقه في جامعه الخرطوم يوم 26/11. ده للمتحدثين كلهم شباب، كلهم ان شاء الله يكونوا بنات المستقبل بتاعنا البلد دي، عندهم افكار. ده لليوث اورجنايزرز المنظمين وفاء الامين. دي قصه براءه طبعا ما بتتحكي الا تشوفوا الفيديو. في خلال كم وصل ل 20,000 متشاهد اختاروها على مستوى البت الوحيده في افريقيا وفي العالم العربي انها تمشي تقدم عشان التوك بتاعها ده في الترجم للغات دي كلها. الترجم للغات دي كلها انجليزي وعربي والماني وفرنسي وايطالي لازم تشوفوه. 2012 اللي هو الليله تيدكس خرطوم بوزيتيف ثينكينج. دي التغطيه الاعلاميه بتاعتنا طبعا في الجرايد. ده بتاع السنه اللي فاتت التغطيه كلها. دي المشاركات بتاعتنا على مستوى العالم. ناس مشوا مننا، مشوا كوريا، قدموا في تيد جلوبال في ادنبرا. شاركنا في النولج مانجمنت، ورشه النولج مانجمنت هنا في السودان، قدمنا بيج عن انك كيف تنشر الافكار بتاعتك. دي في كوريا طبعا كانت الصوره. دي بتاعت النولج مانجمنت. دي في كاليفورنيا تيدكس خرطوم في الدوحه برضه للتسجيل. قدرت تكون عضو، قدرت تكون مشارك معانا، ويلكم. دي المشاركات بتاعتنا. عندي طبعا قصه ما عندي علاقه بالموضوع ده. قبل سنه بالضبط من اليوم ده اللي هو يوم 28 كان واقع يوم خميس، كان بيتصل علي الدكتور انور تقريبا يقول لي يا اخي تعال تعال احنا دايرينك تشارك معانا في حاجه الناس جو. حتى قدري ما اقول له يا اخي انا المفروض اجي 200، يقول لي يا اخي احنا اي وقت قاعدين. مشيت لهم الساعه 4 صباحا لقيتهم لسه قاعدين بنظموا يوم الخميس. مشيت وجيت يوم الجمعه برضه لقيت الناس شغالين بنظموا. بقول الناس دي بتعمل كده ليه؟ حيستفيدوا شنو الناس ديل؟ قاعد انا ما كذب كنت قاعد في شارع النيل الوقت ذاك وبقول لهم مشغول مشغول، بجيك بعد شويه بجيك بعد شويه، لحد ما مشيت الساعه 4 صباحا لقيتهم لسه قاعدين مستنين. غيرني هو والله من الحياه اللي غيرتني تيدكس. حسيت انه انا الناس ممكن اعمل اكثر من كده، انه في حاجات كثيره ممكن عملت غير البلد دي. شكرا لكم.